اولا انا ما بحب المرافقه، يعني انا رايح على حفله شو بدي انا بيجي لعندك عمري شفتي جايب معي مرافقه قلت بيجي لعندك ما بيجي لحالي صح بيجي لحالي انا وشخص معي يعني ما يعني ليش يعني انا شو انا مطرب والعالم بيحبوني بدي يشوفوني يبوسوني حبيت بوقف ما حبيت بهوله من هالسياره انا ورايح او بكون قاعد ببيتي او بكون قاعد بكافيه يعني انا مني هذا المخترع ومني هذا الرجل المتحطط حططه انا زلمه مسالم ومحب وهذا الجمهور كله جاي لعندي يا هل ترى معقول انا احكي مع واحد جاي لعندك ضيف تحكي معه اثنين رابعه كان حامل المعرض الحفل كان الجيش العربي السوري تحيه الى الجيش العربي السوري وكانوا حامين الموضوع كمان في ناس مختصه من المعرض وامن داخلي و مثل العادي يعني في حماية أمنية طبعا لك حفلات مثل ما كانت تصير من 10 سنين يعني رجعت الأمور تكون في شيء 30-40 واحد حفظ نظام كذا يعني أنه ترتيب العالم تدخل أنا هاي الدولة قلت لهم يا جماعة الخير هاي الدولة هذا الجيش والدولة حمانا من 133 دولة بالعالم ما بيحميني يعني ما بيقدر يحافظ على نظام 50-60 يعني مش خلص يا شباب ما في شيء كذب جملة وتفصيلا ليكي مش عم خليك الطولة والسوشيال ميديا عطيني الزبدة المعرض كذابين وحياة المصحف ما صارت ولا بتصير وحياة المصحف وكتاب الله